ثلاثة أشهر مضت تقريبا ولم يجد محمد شراب إجابة تخفف ألمه. في 16 من كانون الثاني الماضي وخلال ساعات التهدئة، فتح جنود إسرائيليون النار على سيارته التي أقلته مع ابنيه دون سابق إنذار. لم يكن في المنطقة إطلاق نار. قتل ابنه الأول وأصيب هو مع ابنه الثاني إبراهيم الذي نزف بين يديه حتى الموت. بعد 23 ساعة من إصابتهم سمح للإسعاف بالوصول. نطلب إسعاف أولي، نطلب قطن، نطلب شاش. شلحت الجاكيت اللي عليه ولبسها الولد. الولد اتجمد، اتخشب بابا، خدني على السيارة يمكن أدفالي. 11:30 كان الولد صغير حي، ويا بابا كيف إصابتك؟ يقول لي يا بابا راضى عني. الساعة 12:30 وقف نفسه، قلت يمكن راح في غفاء نام، لكن يا عمي اللي بنام بيتنفس. حطيت ايدي قدام تمه ما في نفس، على تمه بارد. جبهته فيها بعض الدفء، يعني من لحظات توفى. اذا مات ابراهيم ومات كساب وضليت انيط. عائلة شراب لم تكن إلا واحدة فقط من الحالات التي وثقها تقرير صدر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية وجمعية الإغاثة الطبية عن حرب غزة. تحقيق أجرته بعثة دولية مستقلة توصلت لأدلة على ارتكاب جرائم حرب جراء القتل المتعمد للمدنيين وتعمد تأخير ومنع سيارات الإسعاف من إخلاء الجرحى لساعات طوال، بل واستهدافها أيضا. من الواضح لدينا أن الأدلة تشير بقوة إلى ارتكاب خروقات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، وتعتبر هذه جرائم حرب حسب اتفاقية روما. كما أن مجلس الأمن يملك الصلاحية لتوجيه الاتهام لأولمرت وباراك وأشكينازي. كانوا معنيين في قتل اكبر عدد ممكن، واللي بده ينصاب انه يبقى في حالة احتياج دائم للعناية الطبية. اما الرد الاسرائيلي على نمط الردود السابقة فقد قال ان تحقيقا داخليا يجريه الجيش، تحقيق سيفتقر الى اهم العناصر وهي شهادات الضحايا. بعد سلسلة من التقارير والشهادات التي خرجت إلى العلن، لم يعد خافيا على العالم حجم الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة. لكن السؤال الذي يساور أولئك الذين عايشوا مرارة الحرب، إلى متى سيصرون لمعايشة مرارة الانتظار إلى حين تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة؟ شيرين أبو عقل، الجزيرة، القدس المحتلة.